فقالت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في دايما فكرة إن كنتم لا تعلمون دي ناس كتير تقولك لا أنا عارف وبيدعي المعرفة عن جهل وهو مش واخد باله إن هو مش عارف. أولا كل الأمة مطالبة في البداية بالقراءة والعلم والمعرفة، لكن الواقع بيقول إن مش كل الناس فقهاء، مش كل الناس مفسرين، مش كل الناس علماء، مش كل الناس متخصصين، بل هناك العلماء فئات، في علماء وفي مستنبطين. مستنبط لعلمه الذين يستنبطونه منه، مجتهد بيقدر يجيب لنا المعلومة من عمق الآية، ده مش كلنا كده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن كنتم، يعني المفروض ما تبقاش جاهل. طب أنا بدعي المعرفة كانت النتيجة إيه؟ إن أنت بتقول أنا بعرف أزرع، أدينا شوفنا الجنينة حطب ولا فيها ثمرة ولا فيها خضرة ويعني قضت لنا عليها، يعني لو كان فار الميضة مكانك كان أحسن. طب ليه؟ طب ما تجيب مزارع، طب ما تجيب راجل فلاح بسيط دي شغلته، ما تمشي على أسس علمية مثلا. أيوة سبحان الله، المعنى اللي حضرتك بتقول عليه ده يا دكتور إبراهيم اتكلمت عنه الآيات بعد كده، فكرة الناس اللي بتدعي اللي هي ما عندهاش هدف ما عندهاش مرجعية فتدعي المعرفة فتبلوا على ربنا حتى بده. بس هنتكلم فيها بعد التليفون بعد إذن حضرتك. أستاذة مروة السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذة مروة، ممكن أسأل سيادة الشيخ على حاجة؟ ما حضرتك اتفضلي. أنا متجوزة وعندي بنتين احتياجات خاصة. تمام. فانا كنت عندي يعني شقه يعني بعنا كل حاجه واشترينا الشقه دي، فانا عايزه اكتبها لها باسمهم عشان احنا طبعا عيله والدهم كتيره وكبيره، فانا خايفه يعني لو حصل لنا حاجه حد يظلمهم حد يعمل، فانا عايزه اكتبها دي حرام ولا حلال ان انا اكتب باساميهم حاجه ملكي او ملك باباهم؟ تمام تسلمي حضرتك. في اي سؤال ليها يا دكتور ابراهيم؟ خلاص تمام، شكرا يا استاذه مروه. هي دي بنتها طبعا، اتنين ولادها احتياجات خاصة، فبتقول عايزة تسيب لهم الشقة في حياتهم تكتبها باسمهم بدل ما يبقوا شراكة ورث بعد كده بناتها. انا غلطت ان انا قلت مش عايزة اسأل، بس كان في سؤال. طبعا يعني لان انا ما كنتش سامع كويس، يعني كنت فاكر ان الموضوع هي بنتها وخلاص. طب يعني السؤال معانا طيب معنا. في حد تاني زوجك معاه يعني اولاد تانيين؟ في اولاد تانيين؟ لا احنا هم اتنين بس، هم دول بس اللي معانا. يعني هم اولادكم بس ما فيش اي اذا هنكتب ليه؟ ما هم بتاعتهم، ما هي الشقة بتاعتهم. لا ما هم عشان بنتين هيدخلوا معهم في الورث. علشان ما فيش ولد يعني. هم بنتين ما فيش ولد. في الحالة دي يعني لما انا اكتب كل ميراثي يا ست الكل، انا خلاص كده فهمت المسألة. ممكن شكرا لحضرتك عشان ما نسقلش عليك في الاتصال يعني. لما هكتم كل ميراثي لبناتي ايه اللي بيحصل؟ عمامهم بيكرهوهم، قطعت الرحم. لما البنت يحصل لها مشكلة عمها مش هيجري عليها، ولا يعني لو فرض مثلا ابن عمها ومراته ولا اخته ولا يبقى قطعنا الارحام بهذا الامر، لان تدخلنا في امر لا يعنينا. موضوع الميراث ده بتاع ربنا، فما ينفعش نعمل ده في الحياه بقصد ان نحرم الاعمام من الميراث. ممكن اكتب الشقه بس يبقى في حاجات تانيه اعمامها هيورثوا فيها، مش بقصد الضرر ولا بقصد منع الاخرين من الميراث، انما انا بخليهم في شقتهم مرتاحين، محدش هيضايقهم، يبقى ده مكانهم، محدش هيقول لهم اطلعوا ده احنا لينا الربع ده احنا لينا التلت يعني. بس بشرط ان انا ما يبقاش دي نيتي ان امنع الميراث، ثانيا يبقى في حاجات تانيه اعمامها يورثوا فيها. طب ثانيه واحده يا دكتور، ما هو مش كده معناه ان اكن اي حد يكتب لاولاده حاجه في حياته يبقى غلط؟ لو بقصد المنع الميراث طبعا غلط. لا هي مش قصدها منع، هي اذا لم يكن انا بجيب لابني عربيه، عفوا ما انا اجيب لبنتي عربيه بالزبط. وبجيب لي مش عارف لمين ايه وبجيب لمين ايه عايش يعني ومتمتع. بالهدف والنيه دي ان انا بمتعهم في حياتي، ان انا بضمن لهم حياه كريمه بعد كده. محدش قال لك، محدش. لكن تيجي على ميراثك كله وتقول هكتبه لبنتي؟ لا طبعا لا يجوز لك ان تفعل هذا. مش مقتدر وكل ما يملكه هي الشقه دي وده هيعتبر ميراثه كله، فقال هكتبها لولادي وانا في حياتي يعني، بس مش بقصد ان انا امنع ميراث او النيه السيئه، بقصد اطمن على بناتي. اذا كان ده فانا ممكن انا مش انا مع اخواتي كويس وحلو، انتوا شايفين الدنيا كذا وكذا وانا هعمل كذا، خلاص هتبقى الدنيا حلوه ومفيش مشاكل، بالعكس هم هيقفوا جنبهم وهيساعدوهم، لان الموضوع بتراضي وبمحبه يعني وتواصل. يعني محتاج ان هو يتكلم وفي يعني كنوع من، لان انا مثلا مع اخواتي كده عايزين نعمل كذا، الكبير يقول والصغير يقول والوسطان يقول، ففي تعاون. مش دايما يا دكتور معلش احنا مركزين على الجزئيه دي عشان هي دقيقه. لما مش يبقى في عداوه، مش قصه عداوه بس مش دايما في الالفه والود ان انا هدخل اخواتي، على فكره انا عايز اكتب شقتي دي لولادي لبناتي، ممكن تعمل مشاكل اكتر. لا ما تعملش مشاكل لو في تعاون. طب لو ما فيش تعاون انت حر، ولكن على الاقل يكون هناك شيء
يقسم بعد الوفاة قدر ما تستطيع. عشان أنا ما حرمتش حد، إن شاء الله تكون بدلتين، بناتي ياخدوا بدلة وعمامي ياخدوا الكرافتة مثلا، ما يبقاش في منع، لأن كل ما يتركه الميت تركه حتى الجورب بتاعه. طيب لكن امتى نطبق المثال زي ما حضرتك قلت انا جايب عربيه لابني وباسمه، انا جايب الشقه دي لابني؟ ما حدش هيقول ما تجيبش لابنك ولا هيخطر في بال عمامي ان ده بيجيب لعياله. طيب يعني ممكن احنا ما نحطهاش كانها ميراث خالص. فاذا لم يكن هذا هو القصد، واذا لم يكن هناك دوافع اخرى وفي كلمات، لان في واحده بتقول لجوزها لا ده شقاك ده شقانا ما تديش ما تعملش، هو ده اللي حرام بقى. ايوه هو ده اللي حرام، لانك قصدت وصرحت وعايشت هذا. ده بعضهم يعني تقول كده للعيله الثانيه، تقول لهم الكوش ما مش هتاخده من عند ايه، ده ما حدش هيبقى عزوه لبنتك غير عمامها غير عصابها، هم اللي هيدافعوا عنها. الفكره في النيه والمقصد، وهي دي اللي ربنا مطلع إيه؟ عليها. والموضوع كله ايه؟ الراجل ساب 6000 جنيه مثلا، هم ليهم سدس، يعني ايه 1000 جنيه؟ تمام، يعني ايه 1000 جنيه؟ يعني هي الفكره الفاصله في الموضوع ده، النيه ايه؟ نيتي ان انا بحرم ميراث وبعمل دون، ولا نيتي فإذا كانت النيه حرمان الميراث ومنع الميراث فهي حرام قطعا. واذا لم تكن، انا عايش حياتي مع اولادي، ده محتاج عربيه جبتها له، ده محتاج شقه جبتها له، ده محتاج معرفش ايه جبته، انا معيش اولادي عيشه طيبه. فما حدش يجي يقول لي انت كتبت له ليه ولا جبت له العربيه باسمه ليه؟ لا طبعا، ما حدش يقول ان كل اللي في حياتي ما يتكتبش باسم عيالي، ما حدش قال كده. لكن لما اجي على الكل واكتبه كده، ايوه صح، فخلاص ربنا مطلع على النوايا والخفايا.